شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائع الندوة التثقيفية 20 التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى 42 لانتصارات أكتوبر المجيدة. بدأت وقائع الندوة بعرض فيلم تسجيلي تناول ملحمة الصمود والتحدي لأبطال معركة كبريت، والتي تعد واحدة من أكثر المعارك التي أظهرت بسالة وتضحية المقاتل المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة، وقد استشهد في هذه المعركة العديد من الأبطال، من بينهم المقدم إبراهيم عبد التواب، خلال المحاولات الإسرائيلية اليائسة لاستعادة الموقع في أطول حصار خلال الحرب. وشهدت الندوة تقديم لمحة من ذاكرة الانتصار العربي العظيم، قدمها اللواء باقي زكي يوسف أحد أبطال حرب أكتوبر وصاحب فكرة استخدام خراطيم المياه لفتح الثغرات في الساتر الترابي لخط بارليف. وقدمت الدكتورة لميس جابر محاضرة بعنوان الجيش المصري عبر العصور، أكدت أن مصر على مدار التاريخ كانت المدافع الأول عن قضايا أمتها العربية والإسلامية، ولا تزال تؤدي مهامها ومسؤولياتها القومية والوطنية في حماية ركائز الأمن القومي المصري والعربي. وألقى السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق محاضرة تناولت اقتصاد الدولة خلال حرب أكتوبر، أشار فيها أن حرب أكتوبر لم تكن حربا عسكرية فقط، إنما كانت معركة سياسية واقتصادية شاملة تمت وفقا لتخطيط استراتيجي متكامل لإعداد الدولة للمعركة وإعادة تخصيص الموارد والاعتمادات المالية ووضع أسبقيات وأولويات التنفيذ. كما قدم الشاعر جمال بخيت مجموعة من القصائد الشعرية التي جسدت مسيرة الوطن طوال سنوات الحرب والبناء. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من قدامى قادة وأبطال نصر أكتوبر وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين لبوا نداء الواجب وقدموا أرواحهم دفاعا عن مصر وشعبها، كما قام بتكريم أسرة الشهيد إبراهيم عبد التواب ومصاب العمليات الحربية. وفي نهاية الندوة قدم الرئيس السيسي التعازي باسم الشعب المصري للدولة الروسية حكومة وشعبا في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الروسية بوسط سيناء. واستأذن حضراتكم في ان احنا نقف دقيقة احداد على ارواح ضحايا حادث الطائرة الروسية التي سقطت فوق سيناء. وأكد الرئيس السيسي أن مصر ومنطقتنا العربية تواجه العديد من التحديات غير المسبوقة في حماية الأمن القومي المصري والعربي في ظل ما تموج به المنطقة من مخاطر وتهديدات تستهدف أمن واستقرار الشعوب، مشيرا إلى الجهود والمساعي المصرية في التنسيق والتعاون المشترك مع كافة الدول الشقيقة والصديقة من أجل التوصل إلى أنسب الحلول لمواجهة تلك التحديات على المستويين الإقليمي والدولي. حاضر الندوة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية وعدد من الشخصيات العامة وطلبة الكليات العسكرية والجامعات المدنية.